عودت مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب الاتصال بشبكة الإنترنت اليوم بعد انقطاع دام قرابة 6 ساعات، منع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار مستخدم. واعتذرت شركة فيسبوك عن العطل من دون إيضاح الأسباب، بينما وصف موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت العطلة بأنه الأكبر على الإطلاق الذي تتعرض له فيسبوك. وتفقد فيسبوك وهي ثاني أكبر منصة إعلانية رقمية في العالم نحو 545 ألف دولار عائدات الإعلانات في الولايات المتحدة كل ساعة انقطاع للخدمة، وفقا لتقديرات شركة قياس الإعلانات ستاندرد ميديا إندكس.